تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الله أحمد الجابر الصباح انطلقت صباح اليوم فعاليات ملتقى الوقف الجعفري السادس. الملتقى الذي يقام هذا العام تحت شعار الوقف الاقتصادي حياة ونماء يستمر لمدة 3 أيام. وأكدت وزارة الأوقاف أنه يعتبر تجسيدا للسعي نحو بيان أهمية الوقف ودوره في خدمة المجتمع. إنما نحتفي به اليوم في ملتقانا هذا على أرض الكويت الحبيبة مركز العمل الإنساني والخيري ليس مجرد افتتاح فعالية ثقافية متميزة، وإنما هو تجسيد حقيقي للسعي الحثيث والمدروس نحو بيان أهمية الوقف ودوره في خدمة المجتمع من خلال محاوره وأنشطة الملتقى وبرامجه المختلفة وعرض تبادل التجارب والخبرات بين العلماء والأكاديميين والمهتمين والعاملين في مجال العمل الوقفي والإنساني. ولعل ما يميز هذا الملتقى هو طرحه لأحد أبرز جوانب الوقف ألا وهو الاقتصاد الوقفي من خلال بحثه للقواعد والأحكام الشرعية المتعلقة باستثمار الأموال والأصول الوقفية.